وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقا للمعايير والمواصفات العالمية ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة للدولة جاء ذلك خلال اجتماع لسيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمدن الرياضية الأولمبية الجديدة على مستوى الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، والدكتور محمد معيط وزير الماليه، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، واللواء احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمدن الرياضية الأولمبية الجديدة على مستوى الجمهورية، وقد وجه السيد الرئيس بأن يتم تنفيذ وتطوير منشأت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقا للمعايير والمواصفات العالمية، ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما سيؤهل مصر لامتلاك لك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسيه الدوليه التي تتيح تنظيم واستضافه كبريات البطولات العالميه في مختلف الالعاب خاصه مع تكامل منظومه المدن الرياضيه الحديثه في مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافيه سواء بالعاصمه الاداريه الجديده او برج العرب شمالا على سواحل البحر المتوسط او هيئه استاد القاهره بقلب العاصمه فضلا عن ربطها مع شبكه المحاور الجديده والبنيه التحتيه للاتصالات والمطارات والموانئ والفنادق التي باتت مصر تتمتع بها وفي هذا السياق تم استعراض سير العمل بمدينة مصر الدولية للالعاب الاولمبية في العاصمة الادارية الجديدة والتي تمثل صرحا رياضيا متكامل الاركان والخدمات وفق اعلى المواصفات العالمية وبما تضمه المدينة من مختلف العناصر من استادات رياضية وصالات مغطاة ومجمعات متكاملة لكافة الالعاب الفردية والجماعية والرياضات المائية ومنشات طبية وخدمية وفندقية مع بحث مخطط ادارة وتشغيل للمدينة بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بمدينه الالعاب الاولمبيه في برج العرب، وكذلك مخطط تطوير كل من مدينه مرابط للخيول ومحطه الزهراء للخيول العربيه، وكذلك التطوير الشامل لمجمع هيئه استاد القاهره، وذلك بهدف تاهيل وتحديث مختلف المنشات الرياضيه الملحقه بها، وقد وجه السيد الرئيس بالاسراع في استكمال شبكه الطرق داخل المحيط الجغرافي لهيئه استاد القاهره ومنشاتها الرياضيه وربط بالمحاور المرورية المحيطة وكذلك إقامة كباري مشاه علوية لتفادي الازدحام المروري ولتسيير حركة الجمهور الكثيفة عند حضور الفعاليات الرياضية والمباريات وبما يتيح كذلك الاستخدام المجتمعي الرياضي والترفيهي لهيئة الاستاد وملحقاتها الفرعية.